الزميل كريبي بن جابر المري له الكلمة ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم بهذه اللحظات شوطنا الثالث بتعداد أشواط ونفسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الثنايا بتحدياتها وانطلاقة فئة الإبكار مع شوط خصص للإنتاج والمنتجين وفعاليات 8 كيلومترات المرافقة لنا بتحدياتها بانطلاقاتها بحضور شعاراتها المميزة. لنبدأ مع مسيرة أبطال حاضرة، شعارات لها سجلات عديدة سطرت أساميها بأحرف من ذهب وكانت متوجة في سباقاتنا الماضية وفي أيضا الأعوام الماضية. كان لها الحضور الغوي والمشاركة في سن الصغر حتى وصلت هذه الأسماء للمنافسة مع سن الثنايا. لنبدأ معكم وبحضراتكم لنتابع كما تابعنا الأشواط الأولى الرئيسية واستمتعنا معكم بالحضور المميز لشعارات أبناء القبائل والمنافسة القوية التي شاهدناها. نبدأ مع مسيرة جديدة حافلة بالإنجازات لا تقل أهمية عن الأشواط الأولى الرئيسية لثقل الأسماء الحاضرة والمتواجدة. المركز الأول سراب على المقدمة وعلى الصدارة، تعود الملكية لحسب الناصر الجفال النعيمي مع البداية ومع المقدمة، تقود الأسماء تسيطر بشعارها على المركز الأول. ثاني المراكز ثاني الأسماء يتواجد مشاهدينا الكرام شعار الخيارين ليقدم لنا رسمية بانطلاق الرسمي بحضور الرسمي لهذا الشعار الرسمي المنطلق مع المركز الثاني شعار الخيارين غانب بن محمد الخيارين من يقدم لنا انطلاقته الجميلة. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من شعار بن خزينة مصيحة الحاضرة المتواجدة المرافقة لصيحات الجماهير تحضر معنا مصيحة على المركز الثالث، تعود الملكية لسالم بن محمد بن سالم الخزينة من يقدم لنا هذا الشعار الجميل ذو المخزون الكبير من التحديات والإنجازات. المركز الرابع نتابع حبلنا الكريم التواجد والحضور والانطلاق لجبارة جابر بن مسعود العتيق المري يقدم لنا جبارة بتحدياته ليقدم لنا هذا الشاب تحديات وإثارة هذا الشعار المنطلق على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع مشاهدينا الكرام التقدم من جميلة الحاضرة بتحدياتها مع المركز الخامس ومع ختام النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى تحضر معنا جميلة بحضور شعار حمد بن محمد بن نايفة القادم بتحدياته مع المركز الخامس، وكذلك أرى أسماء قادمة واصلة لا محالة بتحدياته السيل جارف من الإبكار الثنايا تنطلق بهذه اللحظات. نتابعها الكادر الأسفل بقيادة شعار بن بريك زميلنا الإعلامي محمد بن بريك المري من يقدم لنا بهذه الانطلاقة مصيحة القائدة لهذا السيل الجارف المندفق نحو النداء ونحو الأسماء الخمسة المذاعة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة لنرى ونتابع على البداية الحضور من قبل سرابة، التقدم مشاهدينا الكرام لسرابة المندفعة كالسراب مع البداية مع المقدمة والريادة، تعود الملكية لحسن بن ناصر الجفال النعيمي يقدم لنا هذه البطلة الحاضرة المتربعة على مقدمة هذا الشوط من النوعيات النادرة من الأسماء المميزة لها الانطلاقات والتحديات والحضور الكبير دائما
بتواجدها نحو البداية ونحو المركز الأول. المركز الثاني أتابع معكم مشاهدينا الكرام رسمية تعود ملكية الحغان بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث شعار بالخزينة آخر اسم تدون معنا في كشف التعليق يحضر مع المركز الثالث ليشكل ثلاثي جميل مثلث ناموس يحضر بحضور الأقوياء ليقدم لنا قوته وحضوره مع مصيحة سالم بن محمد بن سالم الخزينة المري. المركز الرابع هذه اللي اعتاق بالغليل كانت بالمقربة بتدخل مع الأسماء الخمسة الأولى هذه هي تحضر معنا مصيحة مع المركز الرابع لتتابع مسيرتها ومسيرة هذا الشعار مع المركز الرابع تعود الملكية العبيد بن بريك المري مع المركز الرابع. المركز الخامس الغدو مشاهدي الكرام من قبل شعار بن عتيق الحاضر والمتواجد مع جبارة جابر بن مسعود آل عتيق المري على المركز الخامس ومع خامس التحديات. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام هذه هي الشعارات الحاضرة والمتواجدة مسيرة الأسماء الخمسة الأولى الخماسية الماسية الفايف ستار النجوم الخمسة الحاضرة والساطعة في صباح هذا اليوم لنتابع معكم فعاليات الكبار منافسات الكبار المتعة مع الكبار الحاضرة بهذه التحديات كأننا في أيضا اختبار ننتظر معكم نتيجة هذا الشوط بفارغ من صبر ليكون لمن يكون النجاح والفوز باختطاف أول المراكز. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع معكم حبلنا الكريم التواجد من سرابة على البداية وعلى المركز الأول من كانت مباعدة ما بينها وما بين الأسماء بمسافة لكن الأسماء بدأت تقترب بهذه اللحظات بدأت تندفع نحو اختطاف المركز الأول. النعيمي الجفالي مع أيضا سراب على المركز الأول لكن مصيحة شوفوا يا أخواني مصيحة بدأت تنتقل من مركز إلى مركز حتى وصلت نحو المركز الأول خاطفة للبداية ساحبة للبساط من تحت خف سرابة لتكون هي البطلة التي تعانق المركز الأول بانطلاقتها مع المركز الأول. وعادت سرابة لتستعيد أمورها المسلوبة والمنهوبة من شعار بن بريك على المركز الأول. تنطلق سرابة مع انطلاقة البداية تعود ملكيتها مشاهدينا الكرام لحسب بن ناصر الجفال النعيمي من الجانب الأيمن بن خزينة يقدم لنا تحديات مصيحة من بدأت تتسلل نحو المركز الثاني سالم بن محمد بن سالم الخزينة من يمتلك مصيحة أيضا بدأت تتسلل نحو المركز الأول لتكون هي البطلة المتوجة في مسيرة هذا الشوط إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء الحاضرة والمتواجدة. ثانيا سرابة مع كنعيمي ثالثا التواجد مشاهدينا الكرام من قبل شعار عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري مقدمة لنا مصيحة على المركز الثالث. المركز الرابع بن عتيق جابر بن مسعود العتيق يقدم لنا تحديات شعاره مع جبارة لتبدأ مشاهدينا الكرام هذه في هذه اللحظات مع أيضا حضور الأسماء القوية الإثارة الندية المنافسة القوة والحضور مع حضور جبارة المتسللة نحو المركز الثالث القادمة بقدوم شعار بن عتيق الحاضر مع تجاوزه للافتة الثلاثة كيلومترات. حينما نقول وصلنا إلى لافتة الثلاثة كيلومترات فإنما نحن أيضا رافقناكم وانقضينا من مسافة الخمسة كيلومترات التي شاهدنا بها المتعة والمنافسة وتبديل وتغيير المراكز لنبدأ مع شوط جديد بالفعاليات بالتحديات بالقوة بالمنافسة. رابعا صيحة عبيد بن بريك المري المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام رسمية قارب محمد بن زايد الخيارين مع المركز الخامس. هذه الأسماء هذه الشعارات الحاضرة ما زلنا نترقب
قدوم أسماء في هذه المسيرة نتابعها بهذه اللحظات على الكادر الأسفل. أسماء قادمة شعارات واصلة لا محالة في منافسة هذا الشوط، نترقب وصولها لتحلو المنافسة وتحضر معنا القوة. دائما أشواطنا مليئة بالقوة، أشواطنا مليئة بالأكشن وأيضا التحديات والإثارة والتغيرات والانطلاقات، لكن الناموس دائما له الطعم والملاذ الجميل مع هذه الرياضة ومع هذه المنافسة، خصيصا حينما تكون مع الكبار ومع سن الكبار ومسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة التي تحكي لنا القصة والرواية الجميلة من هذه الأسماء الحاضرة. المركز الأول والصدارة الحاضرة مصيحة على المركز الأول، حمد بن محمد أو سالم بن محمد بن خزينة من يقدم لنا نصيحة كما أسلفت قبل لحظات. آخر اسم الدوة معنا في كشف التعليق، لكن أول اسم يحضر معنا بالنداء مع المركز الأول. المركز الثاني التواجد من غبا سرابة حسب الناصر النعيمي. المركز الثالث جبارة بن عتيق، رابعا بن بريك وشعارة، خامسا شعار بن نايفة مع جميلة تحضر معنا مع المركز الخامس. وكذلك بدأت الأسماء تقترب، مرحبا بالأسماء، مرحبا بالشعارات، مرحبا بهذا الالتحام الجميل لشعارات يا أبناء القبائل. الله يا الإثارة، بدأت الإثارة بهذه اللحظات. بن خزينة يقدم لنا مصيحة مع صيحات الجماهير التي بدأت ترتفع بهذه اللحظات، ليكون لمصيحة الارتفاع نحو المستوى الرفيع، نحو المستوى الغدير مع المركز الأول. شوفوا بن بريك ماذا يقدم، يقدم لنا تحديات شعاره القادم. أم صيحة بدأت تتسلى نحو المركز الأول لتغير مجريات الشوط، لتقدم الإثارة لهذا الشعار على المقدمة والصدارة. عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري بن خزينة من الجانب الأيمن. المركز الثالث سرابة بدأت تستعيد أمورها المسلوبة، بدأت تتسرب نحو المركز الأول لتكون لا المعانقة مع الناموس. سراب الحسب الناصر الجفار النعيمي المركز الثاني بالخزينة، ثالث الأسماء، ثالث الشعارات بن عتيق غادب مع لافتة الكيلومتر الأخير. بن نايفة واصل، جمرة لضا تصل بهذه اللحظات ملتحبة بالانطلاق بالحضور لسعود بن محمد بن نايفة مع المركز الثالث. بدأت الأسماء بالظهور بهذه اللحظات ليبدأ الانطلاق الجميل المميز. الله يا بن جبران مقدم لنا التباس. عبد المحسب سالم الجربوع المري مع المركز الثالث، تسلل الشعار نحو المركز الثاني. المركز الثالث كلاسد بن مقارع، حمد بن ناصر بن مقارع، كذلك نعيم الجانب الأيمن. لكن البطل يقدم لنا انطلاق بطل، يقدم لنا انطلاق جميل مع الحزام الأخضر. 500 متر المتبقي عن الناموس سيارة، وهذا شوط نقدي بالفعل مليء بالإثارة بالتحديات مع الانطلاقات. شوط انتاج وجبارة مع المرء. التماس الصانع للحماس تحضر معنا بحضور الأقوياء والأبطال، خاطبة للمركز الأول، محدية أيضا بن جبران هذا الناموس الصباحي. عبد المحسب سالم الجربوعي المركز الثاني العطية، لكن خلاص بن جبران قفل مجريات الشوط مقدما الالتماس الخاطفة والمتوجة بهذه المسيرة. التهاني والتبريكات لعبد المحسب سالم بن جبران المري على هذا الفوز المستحق. مركز ثاني لؤلاء من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة بشعار العطية، عبد العزيز بن خالد العطية. مركز ثالث كان الوصول من قبل رسمية قانب بن محمد الخياري. المركز الرابع وصلت جميلة لحمد بن محمد بن نايفة. المركز الخامس كان وصول غبا سراب لحسن بن ناصر الجفال النعيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط الذي قضى قبل قليل، وكانت سرابة النعيمي هي الحاضرة منذ الانطلاق، لكن كان الحضور الأسماء المتواجدة لتكون التماس هي الخاطفة للمركز الأول ومتوجه في مسيرة هذا الشوط. 13 دقيقة 6 ثواني، 10 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد المحسن سالم الجربوع المري على هذا الفوز المستحق. ثانيا
وصلت لؤلؤة على المركز الثاني 13 دقيقة 6 ثواني 54 جزء من الثانية. الثاني التبريكات نزفها لعبد العزيز بن خالد العطية من حصل شعار على المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من قبل شعار الخيارين 13 دقيقة 8 ثواني 12 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك رسمية قانب محمد الخيارين من قدم